كتبقى دائما داخله في مجالات يعني عندها علاقه بالدعاره عندها علاقه بالدعاره ثلاث نقط الى اخره. اكيد لكسب المال اكيد لكسب المال. لابسه اون روب يعني شويه قصيره يعني شويه قصيره. ما خاش يدخلوا الدين في هذه الامور هذه. ما خاش يدخلوا الدين في هذه الامور هذه فهمتي. ممكن نشوفوا الشوق زعما شي نهار متنقب زعما شي نهار متنقبه تحيد لي فوتو ديالها من السوشيال ميديا تنسى كل شيء وتبدا بحياه جديده. ما كايناش شي مراه اللي كتعيش بلا قصه حب. ما كايناش شي مراه اللي كتعيش بلا قصه حب هذا اكيد. انت كتعيش قصه حب عصافي بيان سور بيان سور بيان سور بيان سور. شوفي سي انكونترولابل اي كتشوفي راسك كتبغي شي واحد سان كيليا دو ريزون بارتيكولير وكتشوفي انه كيغنيك على رجال كاملين جو ديري. مشاهدي مغرب نيوز مرحبا بكم معنا في حواراتنا الحصريه دائما. حوار اليوم معنا واحد الضيفه اللي متميزه واللي عندها قاعده جماهيريه كبيره. شوق شلواطي مرحبا بك. مرحبا بكم انتم عندي وفرحت بزاف انني نستضيفكم عندي في المحل ديالي وفي البيرو ديالي اليوم. ميرسي بوكو شوق. باسم باسم الطاقم كنبغي نبارك لك المحل الجديد تبارك الله غزال كان احسن من المتوقع. شكرا اللي خطيكم ميرسي صافي تيلمون بليزير. الوغ شوق شنو خداوها المشاريع الجمهور إدارة الأعمال المحل الجديد شنو تقولي للجمهور ديالك؟ نبغي نقول لهم كنحاول نوازن ما بيناتهم بجوج ما بين السوشيال ميديا وهذاك العالم الصغير اللي تيعجبني بزاف وما بين المشاريع ديالي. فالحمد لله كنشوف انه كنقدر انه يعني نوازن ما بيناتهم. شنو جاك صعيب في هذا لو بروجي يعني كنشوفوا ميم بحال باغا مساج يعني لو بيان اتر اون جينيرال ديال لا فام شنو جاك صعيب فيه؟ هو ما جانيش فيه صعيب. انا كنقول تو بروجي خاص لو بروبريو يكون ديما حاضر اش 24 سكي شويه ديفيسيل بور موا في مي ديبلاسمون في الخدمه الاخرى اللي عندي ايتترا ايتترا. ف يمكن سام ستريس واحد شي شويه فاش ما كنكونش هنايا ولا باش نحاول انه جوستمون نجيري هنا ولهي 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 فهمتي. دونك كنقسم راسي على 10 مي سي با غاف الحمد لله لو روندو يلي بيان. شوق كل صراحة دارت هذا المشروع يعني لا بحمالي أو لا كسب المال فلوس كما نقوله أو لا حيت كان عندها حلم دير محل أو لا مشروع بحال هذا؟ اكيد لكسب المال اكيد لكسب المال ولكن كيف ما كنقولوا اللي كيخدم شي حاجه اللي تتعجبو ما عمره ما تيتسمى خدم. دونك سي شي حاجه كيمبلي كيمتيان ا كور وهاد لو بيتي بيبي ما جلابيل مون بيتي بروجي. دونك سي شي حاجه بعدا كاين اللي كنستعمل انا يعني براتيكومون واحد ربعة ديال المرات في السيمانه كنحتاج اني نصايب شعري يديا وجهي دي سوا ايتترا. دونك pourquoi ne pas en profiter pour moi et également partager هاد لي سوا هادو اللي كندير راسي مع الناس ديالي. شوق دابا انا داخله عندك لقيت عندك اون كليونت اللي كتعمل مساج وانت داخله لهذا المجال ديال المساج هو عالم كبير كنعرفوك جميعا لكن مؤخرا تبعتوا واحد الصوره لشيء ما هياش يعني كتبقى دائما داخله في مجالات يعني عندها علاقه بالدعاره ثلاث نقط الى اخره. والشروق ما خافتش انها تدخل هذا المجال خصوصا كيتبعوه يعني الاصابع او الايادي هذاك المجال شوفوا لا فيه خصوصا كيجيو عندك النساء يعني ما كيكونوش متخوفات؟ لا لا ابدا لانه اصلا لو سونتر لي 100% فام دونك كاين دي بريستاسيون بور هوم سيرت بحال لي برودوي اللي تنبيعو لي برودوي بارافارماسيتيك بحال مانيكور سوان فيزاج ايتترا مي سينو لي بريستاسيون لي فيهم شبهات يمكن سي كو بور فام. ابري راكي شتي الموقع ديال المحل فين جا يعني سي جوست اون فاس دو بالي رويال اي دونك ما يمكنش شي واحد يتململ وغنيك عن هادشي كامل. انا الحمد لله السمعه ديالي معروفه بزاف وما كاينش زعما حتى شبهات ما كاينينش فلا لا لا حتى شي حد حتى شي وحده ما كتشك في هذا الشيء وحتى شي وحده ما كت عارفين لو كادر اصلا اللي ريسبكتوري كتدخل مع الدخله راه كيبان لك. هنا القدام قدو نشوفوا شروق جا واحد لو كوتي خاص برجال يخدموا فيه دي زوم علاش لا بوركوا با واحد ولي يفكر يكبر المشاريع ديالو. من مشروعك غنتقلوا الحضور ديالك في الفيستيفال ديال فينيس اللي حضرتي لي مؤخرا واللي
الناس عجبتيهم بالاطلالات ديالك سورتو الفستان الاحمر والاسود اللي كان هو خشويه جميع ناس. انا ماشي رايي ديالي هذا رايي ديال الراي العام اللي كيقول ان شروق جات زوينه شافت المغربيات فيستيفال فينيس. اول سؤال من عندي, شنو كدير شروق فيستيفال ديال لو فيلم وهي ماشي ممثله؟ D'accord. Donc, parce que tu sais, le festival d'Awali Jatni, c'était une invitation officielle de l'Mokimine à l'Ard Maharajan. Après, je suis un peu plus de la personne qui est en train de se faire et qui est en train de se faire. Enfin, j'ai représenté le monde arabe à travers l'invitation. Je n'ai pas besoin de l'arabiat non plus. Et maintenant, je suis absente de la Mahir Abdelaziz, qui est en train de se faire et qui est en train de se faire. Enfin, la même chose. Quand je suis les invités, ديالهم من غير الناس اللي مشاركين او الممثلين اللي مشاركين بالافلام ديالهم, تما كانوا محتاجين دي ريبريزونطانت ولا دي ريبريزونطون اوسي اوم ديال سيرتان باي. اي دونك انا لو تيتر ديال ميسون موند عرب مازال خدام معايا ومازال جوسوا دي انفيتاسيون دو جونغ. شنو ردك على الناس سوغ انستغرام؟ حيت انا تعليق بعيني شفتهم كيقول لك شكون هو هذا السيد ولا هذه السيده اللي كما كنقولوا حنا باك صاحبي واللي توصل لك باش وصلاتك ديك لانفيتاسيون من داك لو فيستيفال؟ لا ما كاينش يوصل لك شي حد في هذاك سورتو فيستيفال فينيس. مازال الا قلتي ليا كاني الا قلتي ليا فيستيفال مراكش ما كنقش من قيمتهم حاجه, ولكن فيستيفال فينيس هو اعرق فيستيفال في العالم كله. فما فيش هذا الشيء وما كاينش باك صاحبي غيدخلني يا با سا. Donc il a mandé une invitation officielle à la marée de Michel Tzemek. Et donc c'était ça. L'étalat les dhar tibihom. Wesh ma kentish khayfa men tahliq el mwatin hit kanafu anna ay wahda dakhla el social media huwa alam iftiradi haqiqatan, lakin daruri ktkun muawada el intiqadat. Fa kayn nas kiqol lak la had sida yishoufouha notre famille baba mama waldi ila akhiri labsa une robe yani chouya qsira. Wesh had tahliq flou qbel ma tlbsi hadouk el fasatin wesh ma kentish khayfa men had tahliq aw had intiqadat? La choufi khaski ta3rfi annahu sa se passe differemment. Tma kayn des sponsors officiels et des sponsors indirects. Les sponsors indirects ou les stylistes qui sont les invités les qui hadro. Fait les stylistes hadou huma blasom jaybin ma'ahom une collection li normalement ma عندكش الحق انك تختاري اصلا. Enfin on t'impose des robes انك تلبسيهم حيت هما اصلا دافعين الفلوس باش يشاركوا. Mais انا جاب لي la collection ديالو, donc انا اختاريت نقدر نقول لك المستورين في المعارين. Surtout le troisième look c'était un look arabe à 100%. Les deux premiers looks راه ما كانوش over ديك الدرجه بلاك. يعني يمكن داك الافتتاحه وي جو سوي داكور مي جافي با دو تو لو شوا. اي اون بلوس دو سا زعما المكان اللي تلبس فيه اللي تلبسوا فيه هاد لي روب هادو موالم لهاد لو ستايل هذا, دونك ما كيبانوش اوفر نو بلو. هاد الناس اللي عاتبوك كما قلت لك انا شفت تعليق, هاد الناس اللي عاتبوك هما دوا باسم الدين قال لك شروق هي انسانه مغربيه مسلمه. يعني فهاديك اللقطه اللي لبسات هادوك لي روب واش كتقول انا فريمون شو ماروكان مسلمه؟ الوغ شنو انا غير كنوصل لافو باش تردي عليهم عبر مغرب نيوز؟ لا شوف ما تدخلوش في الدين ما تدخلوش داكشي كامل. المغرب كيبقى بلد منفتح. انا جو كوني بيان مي ليميت ولي روب راه ما همش معيقين لهاد الدرجه هادي. مازال خاصكم تشوفوا لي روب الاخرين اللي انا رفضت انني نلبسهم جوستمون باش اختاريت الاخرين. دونك حيت كنفكر كوميم اي كيما قلت لك جو كوني بيان مي ليميت. مي سينو انا ما قريتش صراحه تعليق عندهم على علاقه بالدين انا عارفين ما خاش يدخلوا الدين في هذه الامور هذه فهمتي. اي سي تو سبق الشروق وجاتها شي فكره في دماغها ان واحد النهار تنعست في قوصه وين كنشوفوها اون طوندونس الايامات اللي كتنعس كتفيق متحجبه. واش الشروق حتى هي عندها هذه ليدي في دماغها او لا؟ علاش لا؟ شوفي الهدايه كتجي من عند ربي وما تعرفي. ممكن نشوفوا الشروق زعما شي نهار متنقبه تحيد لي فوتو ديالها من السوشيال ميديا تنسى كل شيء وتبدا بحياه جديده؟ ما صافي نقدر نقول لك لا وتوقع ونديرها حيت راكي عارفه حنا ما دي فوا كي كتجينا شي حالات كناخذوا دي ديسيزيون على خفله دانكو اي ما تعرف كون بو جامي صافي زعما سي دي ديسيزيون اللي ما نقدرش نتحكم فيهم. كطرى لك شي حاجه كتقول صافي جو في توت اريتي فهمتي سا ديبون. شنو هي الحاجه اللي خلاتك وقعت لك في حياتك وقلتي شروق ستوب خاصني نفكر وخاصني ندير اعاده النظر في حياتي؟ انا ما محتاجاش نعاود النظر في حياتي حيت الحمد لله عايشه حياه عاديه بحال كاع المغربيات. ما الحمد لله زعما كنا راضيه على راسي راضيه على حياتي راضيه على لو ريتم اللي غاديه به.
ولكن زعما فاش كيموت شي حد قريب اللي كتجيني بحال اون ديبريسيون كتجي صعيبه شي شويه كنولي نعيد النظر شحال من حاجه ولكن مي سينو حياتي زعما الحمد لله وشكرا. ما شكون هو الشخص اللي توفى عليك و وقعتي في ديبريسيون خايبه يعني كان من الناس الاقرباء لك؟ من غير العائله ديالي يعني جداتي الله يرحمها باسي الله يرحمه ايتترا خالي الله يرحمه ريسامون كانت وفاه ديال وئام الدحماني اللي اثرت فيا بزاف لواحد الدرجه لا تصور دونك جي ديبريمي واحد 3 mois ابري وكنقول الحرام كنت كنشوفها دايره بحالنا مسكينه عزيز عليها تلبس عزيز عليها تخرج تبان تصور ايتترا ايتترا دونك داكشي كامل مشى دونك الموت ديال وئام أثر فيا لواحد الدرجة اللي هي كبيرة بزاف. شروق مؤخرا شفناها كتبوستي دي فيديو أو طونك أنيماتريس ديال الأخبار كنعرفوك ديري مجال يعني كنعرفوك أون فام دافير عندك دي بروجي الماكينة هادشي تبارك الله شنو مازال باغا تزيدي من بعد منه؟ شوفي بوغ الإعلام ما قبضش وطفلت عليه حتى درست الإعلام عاد باش خدت التجربة ديالي ومتى إن شاء الله يكونوا شي مشاريع واحد آخرين سينو الحاجة اللي كنبغيها هي اللي كنديرها صح شي حاجة ما كنبغيهاش ما كنحاولش نقيس فيها أصلا لأنه فاش كتبغي الحاجة كتعطي فيها بزاف. حتى أنت من الناس اللي كينتقدوا الناس اللي كينتقلوا من مجال لمجالات أخرى بدون تكوين بدون يعني واحد المعرفة مسبقة ليه؟ بدون تكوين جو سوي كونتر سي فري من غير كاين دي زيكسيبسيون كاين شي ناس اللي عطاهم ربي دي دون من عنده كيبدعوا في شي حوايج اللي ما قارينهاش مي سي دي زيكسيبسيون ابري بالعكس الواحد الا كون راسو شي حاجه اللي كيبغيها يكون احسن واحسن ولكن انا مع ان الواحد يطور من راسو وانه يطور من الاعمال ديالو ايتترا. شروق مؤخرا دابا حنا كنعرفوك انت ما شاء الله ملكة جمال عرب لسنة 2014 يعني عندك واحد الخبره في هذا المجال لكن مؤخرا كاين واحد الهاشتاغ في السوشيال ميديا اون جينيرال اللي هو بزاف ديال الناس ولاو كيبغيو يدخلوا المجال ديال الموديليزم ديال الماكينه الى اخره لكن كيتنصب عليهم. كيفاش كيتنصب عليهم؟ اما كيتطلب منهم صور يعني فاذحه ما خصهاش انها تنشر اولا كيطلبوا منهم شي حوايج اللي الجمهور عارفها. الله انت شنو رايك في هذا الموضوع؟ انا رايي ديالي اي مسابقه جمال خاصهم يعرفوا شكون منظمها قبل لا يشاركوا فيها سيتو دونك ولا تخرويت بزاف هادشي واي بنت بغات تشارك شي مثال شي مثال من التخلويط حيت انت بنت الدومين شي مثال مثلا بلا ما تذكري الاسماء. لا لا الاسماء ما نقدرش نقولهم ما عارفاهمش اصلا والله زعما ولكن هادشي اللي قلتي بحال دابا اللي كيطلبوا منهم كيطمعوهم ايتترا سورتو كيكونوا مراهقات كيحلموا بهذا لو دومين هذا كنقول انا دائما كنكررها ونعاود يركزوا على قرايتهم اول شيء من بعد بغاو يشاركوا في هاد لي كومبيتيسيون هادي خضره فوق طعام. شروق تبارك الله شفناها حقت ذاتها حقت الطموح ديالها ومازال كما نقولوا العاطي يعطي لكن في واحد المجال هو مجال غامض والناس بغاو يعرفوا عليك. علاش شروق دابا ما دخلاتش القفص الذهبي؟ علاش شرحي ليهم هما بغاو يعرفوا علاش؟ حيت اش صدويت افيك لا بون بيرسون لا بون بيرسون باقي ما لقيتيش ما تعرفي ولا تعرفي انا لا انا شوفي ما كاينش شي مرا اللي كتعيش بلا قصه حب هذا اكيد اذا دابا انت كتعيشي قصه حب عطافي بيان سور بيان سور حيت شوفي سي انكونترولابل اي كتشوفي راسك كتبغي شي واحد sans qu'il y ait de raison particulière ou que tu fais un okirnik à la gel kamlin je dirais donc que tu fais ou le number one دابا قام نقولوا باكم سعده شروق شوفي بالمكتب داكشي المكتب لو بلوس امبورطون هو اننا نكونوا انصامبل وعايشين اون هيستوار لي زوينه. شروق ما عندهاش شي تخوف ما نسميوش تجربة الفارطة ولكن التجارب الفارطة؟ لا بالعكس شوفي أي تجربة مريت منها أنا كنتعلم منها دروس وكنحاول ما نعاودش الأخطاء ديالي ونتعلم منهم ونتفادى الأخطاء ديال لوطخ بارتي سي تو. شروق داز حوار ممتع معك أنا بدوري استمتعت وأنا كنحاورك والله العظيم. ألوغ كلمة أخيرة ماشي أخيرة ماذا إن شاء الله نعاودو نرجعو عندك إن شاء الله يعني شنو تبغي تقولي للمتتبعين ديالك عبر مغاربة نيوز؟
نبغي نقول لهم شكرا بزاف على الرسائل ديالكم، ونقول لهم تابعوا الجديد والحصريات ديالي مع سحر ان شاء الله المغارب نيوز. الوغ متتبعي مغارب نيوز، كيف ما شفتوا كانوا بزاف ديال لي سكوب عند شروق اليوم اللي كانوا غير متوقعين. الوغ نضرب لكم موعد جديد في حوار مع ضيف اخر. الى اللقاء.